السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا أداة مجانية اسمها أوتو جوين، هيبدأ يخلي العناصر كلها يتعملها جوين بشكل كويس جدا، يعالج لك المشاكل اللي بتظهر إن يكون في حيطة أعلى حتة فيها هي أعلى نقطة في السقف، فبقى في دبليكيت في الماتريال، هيحلك مشاكل كتيرة يعني، هيخليك الشغل أفضل. هنا مثلا بيتعامل مع الوول ومع الفلور ومع الفريمينج مع الكولوم مع الفاونديشن مع جنرال إليمنت، كل الحاجات دي بيتعامل معاها. اهوت ده الريفت مش الاوتوكاد، هو بس من الخلفيه عاملها اسود. تبدا بقى تختار ايه الحاجه اللي انت عايزها، يبدا هو يعمل لك جوين لكل العناصر الموجوده في المشروع، فيوفر لك وقت كتير. تقدر تعمل جوين سويتش ان جوين للعناصر كلها مره واحده، فده من الاداه كويسه جدا وفري مجاني مفيش اي مصاريف. طيب تعال نشوف الشركة دي عاملة شوية ادوات، يمكن احنا اتكلمنا عنهم قبل كده لكن ننظر نظرة سريعة. الاوتو جوين لسه متكلمين عليه، الاوتو دايمنشن يبدأ يعمل لك دايمنشن بين الحاجات العناصر الام اي بي، زي مثلا الكيبل تري الضغطات البايب مع العناصر المعمارية اللي حواليه. في فاميلي مانجر ده بيشوف لك البارامتر اللي موجود ويبدأ ان هو بيعدل لك عليه، تقدر ان انت مثلا تغير اسامي الفاميلي كلها مره واحده، فبيديك تحكم في الفاميلي بشكل كويس جدا. اوتو سيف ممكن واحد بينسى ان هو يعمل سيف، فبدل ما تجيلك رساله تفكرك ان انت تعمل سيف كل نص ساعه، لا هو يعمل سيف بنفسه. كل دول مجاني. اكسبورت امبورت الاكسل تمام، ودي مشكله في الريفت ان هو يعني الامبورت والاكسبورت بيتم السي اس في ما بيتمش كل ما فات، فهو هنا حللنا المشكله دي. وعندنا align view and rename section، هيعمل لك align للفيوز اللي موجوده بتحطها في الشيت. فالادوات المجانيه دي تقدر ان انت تستقطبها، الادوات اللي هي بفلوس انا ما جربتهاش فمش هقدر اتكلم عنها.